اهلا بيكم في عندك اسئله رقم 3 واول فيديو لسنه 2016. نبدا باول سؤال وهو كان من سيف محمد شحاته على فيديو اللاي فاي. طيب لو ما بيني وبين الضوء جدار ده هيمنع وصول اللاي فاي ليا؟ وشكرا على ردود المستمره على التعليقات ويا ريت تستمر عشان في بعض الناس اول تشتهر بتبطل ترد على معجبيها. اكتر حاجه بغض النظر عن السؤال يعني هرد عليه دلوقتي، اكتر حاجه حبيتها في اليوتيوب عامه اللي انا بقدر ان انا اوصل لناس واتفاعل مع ناس ممكن يكونوا من بلاد تانية من محافظات تانية، فدي اكتر حاجه انا عايز اكمل اعملها وعلى قد ما اقدر احاول اعملها ان انا ارد على كل كومنت على الشانل ايا كان مين اللي حاطه في اي وقت. فرد على سؤال سيف، في الحقيقه وجود جدار عازل ما بينك وبين لمبه اللاي فاي هيمنع وصول الانترنت، بس في نفس الوقت دي لمبه، يعني انت عندك في كل بيت لمبه، فانت لو بدلت اللمبه العاديه مثلا زي دي بلمبه لاي فاي فانت كده بقى عندك انترنت في كل حته. فالموضوع مش مجرد اللي هي لمبه واحده زي الراوتر هيكون في كل الشقه، لا هي الموضوع هيبقى لمض متوزع على كل حته في الشقه كلهم بيروحوا لنفس الاكسس بوينت او الراوتر وبياخدوا منه الانترنت. السؤال اللي بعديه من فيرنوفل على فيديو لاي فاي برضه، فيديو رائع يوسف، كنت عايز اعرف رايك بصراحه ايه في كارت شاشه 920 ام، لاني هشتري لابتوب عليه الكارت ده، وهل اللاب هيبقى كويس للالعاب والفيديو اديتنج ولا اعمل تجميعه بثمنه؟ وشكرا واستمر، تحياتي. طيب كارت 920 ام من وجهه نظري بكلمه واحده هو كارت فاشل، مش عايز ناس تضايق مني بس بصراحه 920 ام ده يعني ممكن الانتل اتش دي 5500 انتجريتد جرافيكس بتاعت البروسيسور توصل لنفس سرعته. انا مش شايف ان 920 ام ده يستاهل تدفع فيه مليم. لو انت ناوي تدفع في لابتوب هيكون فيه 920 ام، لا خالص، روح اشتري كارت شاشه بتاع بي سي ادفع فيه اكتر شويه وادفع فيه نفس السعر هتاخد اضعاف البرفورمانس. 920 ام كارت ضعيف جدا، وبصراحه انا مش شايف له اي لازمه اصلا هو يكون في لابتوبس، مش عايز ناس تضايق مني بس ده رايي الشخصي. السؤال اللي بعديه من اندرتيكر على فيديو اللاي فاي برضه، ممكن تنزل اي ام دي فيرسز نيفيديا؟ طلبتها منك اكتر من مره وانت مش بتعمل الفيديو ده. طيب احب اوعدك صدقني يا اندرتيكر ان الفيديو ده محطوط وهيتعمل في السريع قريب قوي، بس فتره الامتحانات وكده، ويعني انا يا جماعه انا هخلص امتحاناتي يوم 22، فبصراحه مش عارف اظبط الجدول مش عارف اظبط اي حاجه يعني، فاعذروني يا جماعه الفتره دي. الاسبوعين الجايين هينزل فيديوهين في السريع، بس على قد ما اقدر احاول ان انا انكلود الحاجات اللي انتوا تطلبوها، بس بجد الدنيا زنقه جدا جدا دلوقتي، فلو ما ردتش على الكومنتس او رديت عليها متاخر شويه الفتره دي سامحوني، معلش انا اسف، بس اوعدكم ان اول ما تدخل اجازه نص السنه هعمل كل الحاجات اللي انتوا طلبتوها في الكومنتس. السؤال اللي بعديه من جيمزر على فيديو راسبيري باي في السريع، الجهاز يعمل بنظام ويندوز؟ ولو ويندوز اكيد معدل عيان يبقى خفيف صح؟ بص يا جيمزر، يا جماعه الاسماء الغريبه انتوا بتجيبوها دي انا اسف. مهم، الجهاز مش بيشتغل ويندوز، الجهاز بيشتغل براسبيان او اس، حاجه زي الويندوز بس بيزد على لينكس، بس هو ده جاب في السؤال. الكومنت اللي بعديه من يوسف سراج على الفيديو راسبيري باي، يعني بدل ما اشتري كيس شيبسي احط على فلوس شويه واشتري كمبيوتر؟ وده اللي خلى الراسبيري باي هيضرب جامد قوي في سوق الدول الناميه اللي هي ما عندهاش امكانيات انها تشتري كمبيوتر ب 100 و500 دولار، ومجرد اشتروا الراسبيري باي طبعا لازم يشتروا معاها شاشه، لازم يشتروا معاها سلوك ال HDMI السلك المايكرو يو اس بي، بس يعني كل الحاجات دي يعني دي ممكن تكون سلوك زي سلوك موبايل، يعني مش محتاج امكانيات كبيره، يعني انت بتشحن الراسبيري باي او الباور سبلاي بيكون عن طريق سلك موبايل. انا شايف ان الراسبيري باي دي حلوه في مجالات معينه، بمعنى ان هي ممكن تكون كويسه في الانتجريتد سيستمز، مكنه اي تي ام في الشارع مش محتاج ان انت تعمل كمبيوتر كامل، وعلى فكره دي حاجات بتحصل بس يعني في الحاله دي بتكون يعني سيستمز معينه مش كمبيوترز زي الراسبيري باي. الراسبيري باي كمبيوتر كامل يعني في كل الحاجات، يعني مش ناقص حاجه، الحاجات التانية بتبقى بيس سيستمز فيها فانكشنز معينه. في نفس الوقت في حاجات زي الاردوينو وفي حاجات تانية، بس انا شايف الراسبيري باي دي ليها اختلاف عن بقيه الحاجات وممكن تاثر في السوق بطريقه كبيره قوي، خصوصا في السوق الدول الناميه زي ما قلت. الكومنت اللي بعديه من عمر كمال، لو امكن اعمل مراجعه اي جهاز منهم عشان نستفاد اكتر، ده كان على فيديو راسبيري باي برضه.
احب اوعدك برضو يا عمر ان ان شاء الله قريب قوي هيكون في رازبري باي 2 موديل بي. مش عارف اجيب الرازبري باي 0 عشان هي الضغط عليها بالهبل ومش موجودة في مصر، بس اوعدكم ان هيكون في ريفيو او في السريع تاني للرازبري باي 2 موديل بي، هيكون في شرح واحتمال يبقى في جيف اواي. طيب معلش يا جماعه، لازم ننهي الفيديو لازم ننهي الفيديو دلوقتي عشان انا عندي مذاكره بالهبل وهسقط في الامتحانات كمان كام يوم. فيا جماعه لو عجبكم الفيديو عشان خاطر دعموني بلايك وسبسكرايب لاول مره تشوفوا القناه او اول مره تشوفوني، وفي نفس الوقت شير الفيديو عشان ده بيكبر الشانل. وبما اننا قربنا على اجازه نص السنه وفي نفس الوقت قربنا على 1000 سبسكرايبر زي ما وعدتكم، هيكون في جيف اواي. فالمطلوب منكم دلوقتي كل واحد يكتب في كومنت تحت ايه الحاجه اللي نفسه ياخدها للجيف اواي. شكرا عشان شفت الفيديو، وترقبوا ريفيوز قريب جدا لحاجات كتير، اهمها السماعات اللي انتوا شايفينها دي، المايك ده، وحاجات تانية كتير. شكرا عشان شفت الفيديو لغايه اخره، ما تنسوش تكتبوا كومنت بالحاجات الجيف اواي انتوا عايزينها. اشوفكم في الفيديو الجاي، وادعولي يا جماعه عشان انا ما اسقطش في الفاينلز، عشان السنه دي شكلها مش هتعدي على خير. ادعولي يا جماعه، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.